الآن بالعودة إلى الملف العراقي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، وفقا لبيان صدر عن الحكومة العراقية اليوم. والآن ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد علاء الخطيب الباحث السياسي العراقي. سيد علاء مساء الخير. واضح حتى اللحظة على الأقل في الأيام القليلة التي استلم فيها السيد الكاظمي رئاسة الوزراء أنه ملتزم بتعهداته، خصوصا في مسألة حماية المتظاهرين المدنيين. هل نحن الآن بصدد موقف رسمي حكومي عراقي بعدم التدخل إيجابي، بعدم التدخل ضد التحركات الشعبية في الشارع، أم أنها يعني مرحلة أيام قليلة ثم تنقلب الآية؟ في البداية سيدي تحية لك ولجمهور قناة العربية. بالتأكيد يا سيدي، السيد الكاظمي لديه أولويات، هذه الأولويات حقيقة سطرها في المنهاج السياسي أو المنهاج الحكومي الذي قدمه لمجلس النواب، وكانت أولى الأولويات هي يعني محاسبة المعتدين على المتظاهرين وقتلة المتظاهرين والانتخابات المبكرة. ورأينا حقيقة خطوات جادة من السيد الكاظمي في هذا الاتجاه، كانت يعني أولى هذه الخطوات أنه لديه الآن فريق تقريبا منسجم، هو الذي عين هذا الفريق من خلال تعيين الفريق الساعدي في جهاز مكافحة الإرهاب على رأس هذا الجهاز، وكذلك اليوم حقيقة أصدر قرار بتعيين السيد عدنان الزرفي رئيس المخابرات العراقية، وهذا يعني أن هناك فريقا منسجما مع السيد الكاظمي وضمن رغباته هو الذي سوف يقود المرحلة القادمة. بالتأكيد التعهدات التي قطعها على نفسه السيد الكاظمي لحد هذه اللحظة هناك ارتياح شعبي كبير من خلال الخطوات التي يقوم بها السيد الكاظمي، هذه خطوة مهمة جدا بأنه يكون جادا وإيجابيا في التعامل مع المتظاهرين، ويجب أنه يكون جاد في تحقيق مطالب الشارع العراقي. طيب. الشارع العراقي يتمنى وحقيقة يعني ينتظر خطوات عملية وملموسة من رئيس الوزراء العراقي الجديد، بأن تكون هناك محاسبة لقتلة المتظاهرين، بأن هناك انتخابات مبكرة، بأن هناك حقيقة فتح جيد. لدي سؤال هنا قبل أن أطرح السؤال، أنوه فقط للمشاهدين أن حضرتك موجود معنا من لندن وليس من بغداد كما قلت قبل قليل للتصحيح فقط. الآن التحرك الذي قام به رئيس الوزراء العراقي الكاظمي كان ضد يعني لنقل مجموعة أو منظمة قد تكون يعني هامشية شيئا ما، ثأر الله. السؤال المطروح الآن هو هل يستطيع أن يتحرك بنفس الطريقة بنفس القوة بنفس العنفوان مع منظمات وأحزاب أكبر ولديها شعبية أكبر بكثير من ثأر الله، وهنا سيكون المحك؟ بالتأكيد يعني إذا كان القانون هو السيد فيجب أن يتحرك السيد الكاظمي بهذا الاتجاه مع الجميع، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع في يعني التصدي لأي مجموعة خارجة عن القانون، سواء كانت هذه المجموعة مسلحة أو غير مسلحة. وبالتالي يعني يجب على السيد الكاظمي أن يقوم بخطوات، أنا قلت عملية، هذا هو يطمن الشارع. يعني ما حدث في البصرة الذي أشرت إليه حقيقة في مجموعة ثار الله، يجب أن لا تكون هناك دول في مجموعة دول في دولة واحدة، هناك دولة واحدة وهناك قانون واحد، هناك حقيقة حكومة واحدة، هذه الحكومة هي التي تسير أعمال البلاد وليس المنظمات والميليشيات والمجاميع المسلحة. هذا انفلات كبير جدا لا يمكن حقيقة ولا يسمح في أي حال من الأحوال لأي دولة محترمة في العالم، وخصوصا العراق يمر بظرف استثنائي، لا يمكن ولا يسمح لأي دولة محترمة أن تكون هناك مجموعة دول ومجموعة يعني مراكز للقوى في دولة واحدة. بالتالي التصدي كان شيء جيد جدا، وأعتقد أنه التصدي لهذه المجاميع هي مسؤولية أخلاقية ووطنية، ويجب أن تكون هناك سيادة للقانون حتى يمكن جيد. أن تستعيد سيادة للقانون. سيد علاء، حتى الآن نتحدث عن السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الوزراء والحكومة، والمسألة ليست مقتصرة عليها فقط، السلطة التشريعية القضاء، وهناك علامات استفهام كبيرة حول القضاء واستقلاليته في العراق. هل نتوقع فعليا أنه تفتح محاكمات ويعرض المجرمون الذين قاموا بعملية قتل وتنكيل بالمتظاهرين على قضاء عادل ومستقل ويأخذوا عقابهم الصارم؟ يعني ما يميز سيدي، ما يميز حكومة السيد الكاظمي عن بقية الحكومات التي خلت في العراق أن السيد الكاظمي يعني السلطة التنفيذية
متوائمة ومتماهية مع السلطة التشريعية، وهناك دعم كبير حقيقة من السيد الحلبوسي لحكومة السيد الكاظمي، وكذلك أيضا هناك يعني رئاسة الجمهورية أيضا تدعم الاتجاه الذي يسير فيه السيد الكاظمي. هذا الانسجام الحكومي مع بعض، وهذا حقيقة الإصرار على أن يكون القانون هو السيد، هو الذي سيتحكم بالعملية السياسية برمتها. أما ما يخص القضاء يا سيدي، يعني قبل أيام كان هناك عملية ابتزاز كبيرة لبعض الخارجين عن القانون وبعض يعني ما يسمون بالنواب ومن الفاسدين، كان هناك ابتزاز للقانون، ولكن وقفت حقيقة الجهات التشريعية وخصوصا يعني السيد الحلبوسي وقف وبقية الجهات وقفت بوجه هؤلاء الفاسدين وتصدوا لهم، وبالتالي لم يتمكنوا هؤلاء من ابتزاز القضاء. القضاء حقيقة قوته تأتي من قوة الحكومة وتأتي من انسجام الفريق الحكومي. إذا كان الانسجام عاليا بين الرئاسات الثلاث سيكون القضاء قويا ولا يمكن لأحد أن يبتز القضاء. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة. هذه المرحلة كما أشرت إليها هناك اتصالات حقيقة من الدول الإقليمية وكذلك من الولايات المتحدة. كان هناك اتصال اليوم من السيد روحاني رئيس الجمهورية في إيران إلى السيد الكاظمي، وأشاد حقيقة بدور الكاظمي وأشاد أيضا بالعلاقات الثنائية. كما أن السيد ترامب أيضا أشاد بدور العراق المركزي في الاستقرار الأمني الدولي والإقليمي، وقال يجب أن تكون هناك يعني دورا مركزيا للعراق. هذه الرسائل وهذه المؤشرات هي مؤشرات جيدة ومهمة في الحقيقة للعراق في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك علاء الخطيب، الباحث السياسي العراقي من لندن. الآن نتوجه مباشرة إلى مايا وآخر الأخبار المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأتوقع ستبقين في العراق. نعم، في الملف العراقي. شكرا بدر، أهلا بكم. لم يمضي أسبوع من عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي حتى سقط أول متظاهر في محافظة البصرة. أزهر الشمري توفي متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من حماية حركة ثأر الله، فأشعلت وفاته شرارة المظاهرات في البصرة وبغداد والمحافظات الجنوبية. ومن ساحات الاعتصام أصدر المتظاهرون بيانا طلبوا فيه الحكومة بالقصاص العادل من قتلة مئات المتظاهرين وباعتبارهم شهداء أسوة بقتل القوات الأمنية والحشد الشعبي، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة بشكل قطعي. وتحت وطأة الضغط الشعبي ولأول مرة منذ أشهر طويلة ألقت القوات الأمنية القبض على مطلقي النار باتجاه المتظاهرين. وقال الكاظمي في تغريدة: وجهت بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة، ونفذت القوات الأمنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية. شكرا للقضاء العادل والأجهزة الأمنية البطلة. ورغم الترحيب بالاعتقالات إلا أن الخطوة لم تكن كافية لاحتواء غليان الشارع. هيفاء المهداوي ردت على إعلان الكاظمي وغردت: خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح، لكن حضرتك لديك كافة المعلومات بحكم منصبك السابق لكشف قتلة وقناصي وخاطفي المتظاهرين، وعليك إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم بأسرع وقت ومحاسبة كل الميليشيات المتحكمة بالدولة العراقية. وهناك من يرى أن على المحتجين إمهال الحكومة فرصة قبل التصعيد، ومن بين هؤلاء منار القريشي الذي قال: أرى أن على الحراك الشعبي والمتظاهرين الأعزاء أن يلزموا أماكنهم فدماؤهم غالية، وكذلك أعطوا الوقت لحكومة الكاظمي ولنرى الأمور بعد شهر أو شهرين. تجدد المظاهرات أثار سجالا بين الأحزاب السياسية، واتهم تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر جهات مناوئة للكاظمي بتأجيج التظاهرات في محاولة لإفشال الحكومة. وفي تغريدة نقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر مديحا للكاظمي، وقال فيها: إن الصدر يمهل رئيس الوزراء المدني 100 يوم، وأنه رغم جدية الكاظمي في عمله فإن الصدر يرجو منه قوة القلب حبا بالوطن. وردا على هذه التغريدة كتب محمود النجار: تلعبون على الحبلين، حبل التظاهرات واستغلال عاطفة الشعب باسم الدين من جهة، وحبل الحكومة والمناصب باسم الوطنية من جهة أخرى، والشعب اليوم أدرك مواقفكم المتناقضة
ويدركوا حيلكم، وطالب المحتجون بعدم الزج بالحراك في الصراعات السياسية. ويقول علي فاضل: علينا أن ننظر بتروي لما يجري في ساحة التحرير وعدم إطلاق التهم على المتظاهرين. أنا أرى أن الذي يجري ليس تصعيدا وإنما رسالة للحكومة والأحزاب بشكل عام وإلى القاضم بشكل خاص، وهي أن المتظاهرين موجودون. هذا أول اختبار للقاضمي، فكيف سيتعاملوا مع هذه الرسالة؟ بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة. عودة إليك بدر. شكرا مايا.